مرحبا بك سي اسراء، نورتينا. ربي تفضلي ربي يخليك. عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك يا اسراء. خويا انا بغيت نعاود لك من اول كيف كنت عايشه انا في دارنا هنا النيت. اها انا كنت عايشه خويا مع خوتي وبا، يعني كنت عايشه عيشه زوينه، ماشي عايشين على قد الحال، وزعما ولكن با مسكين كان عايش، عايشنا عيشه زوينه يعني. تعرفوا عليا الناس من مرت لوسي انايا من هنا من عندنا، تعرفوا عليا هما اللي خاتني طفلتي وعدوسي، هما اللي خاطبوني هما اللي داوني، يعني انا ما كنتش عارفه، ما كنعرفهمش نهائيا. ناضون خادو صافي، مشي مني خادو خاطبوني وكشي، هما اللي خاطبيني هما اللي خاضوني هما اللي كل شيء جابوا لي، هما يعني ماشي هو اللي معرف عليا ولا شي حاجه باش هادشي كاع كيوقع. مني مشيت اخويا، مني مشيت عندهم وانا في المشاكل، من النهار اللي مشيت عندهم وانا طفلتي وطفيلاتي وعدوستي، من نهار مشيت عندهم معمرني عشت عيشه زوينه نهائيا، معمرني عشت عيشه زوينه. خرجت مني مشيت خرجت خرجت نولد، خرجت نولد ياسمين، ولدت ياسمين هي الكبيره هي الاولى ليا. بلا ما تقولي السميات حسن. وي خرجت ولدت البنيه الكبيره هي الاولى. ملي اخويا ولدت مشاو عندنا، مشاو عندي دارنا، مشاو خواتاتي وامي وبا وكشي مساكن باتوا معايا. داك النهار راك عارف انا والده باتوا معايا في البيت ديالي. ناضو هما حيحوا عليهم، جراو عليهم، ناضو جراو عليهم، اش كتصور جراو عليهم في الليل، في الليل جراو عليهم، جراو على دارنا في الليل، في الليل جراو عليهم، قالوا لهم وكيقولوا للمرحوم الله يرحمه، كيقولوا لي راه جا امها جايبه لك شي حاجه، راه امها يعني امي انا مسكينه جايبه لي انا شي حاجه، جايبها للدريه. صافي هو مسكين بقى كيطلب في با ويطلب في امي وكشي، تبقاو بعتو غد لغدارنا جاو مساكن، وكاك بركت معاهم بقيت نوضوني، يعني نوضوني على 4 ايام، اش كتصور 4 ايام نوضوني، كنشقى كنشقى وكنخبز في داك الشيء وانايا باقا نفيسه، على 4 ايام نوضوني وبقيت كاك معاهم. داك دازت يلا دازت ما عرفتش شي، باقا ما حسنتش للدريه. وقع نقاش بينه وبين ولدها، وقع نقاش بينه وبين ولده، جرات علينا في الليل، اش كتصور في الليل، وهزه بنتي، بنتي صغيره هزه، بنتي صغيره هزه، وجيت جينا عند اختي، جينا عند اختي بتنا عندها، بتنا عندها الصباح، قال لي راجل اختي قال لي فين غتمشي، وقلت لي غنمشي ونشوف ونكري ولا اش غندير، ويقول لي شوفي راه كاين واحد السيد عنده فيرما غتمشيو عندو. مشينا عندو عام وحنا عدو، تجمعنا شويه، ملي جمعنا دخلنا كرينا في برشيد، كرينا 8 سنين وحنا كارين عايشين بخير، حتى حاجه ما خاصنا عايشين، زعما ما نقولش لك. ولاو كيجيو عدي تاني، ولاو كيجيو عدي تاني للدار، ملي ولاو كيجيو هادي كيقولوا لي عاود رجع ابني، عاود رجع ابني في دار في بلاد بوك، ما تخليش تبقى حتى كاري وخلي بلاد بوك، رد يعني هو حتى هو داكشي اللي سمع، بقى رجع. ملي رجع تما كاينات بنينا حداهم، ملي بنينا خويا، ملي مشينا وحنا في المشاكل معاهم، ملي مشيت يعني كانوا باغيين يردوني غير للمشاكل والصداع، داكشي علاش بغاو يردوني. ملي مشيت وانا معاهم في المشاكل، المشاكل بقى في المشاكل، مشاكل يعني دائما المشاكل. كتصور واحد النهار دخلوا عليا طفيلاتي وعدوسي وولد طفلتي، كنت حامله بالدريه، بقاو كيشدفوا عليا يعني، وعدوسي كتقول لهم قتلوها، وطفلتي كتعفط ليا على كرشي وكتقول لي هذا هو التلاد اللي مع النيابي، يعني كتعفط ليا على كرشي، كتعفط ليا على كرشي، كتغط قتل ليا. ومشيت مشيت دعيتهم، جات لابيلانس داتني، جا هو مسكين من الخدمه صابني طايحه مغطى مكرفسين عليا، جات لابيلانس داتني. علاش ضربك بدا سبب غير هكاك غير هكاك؟ النقاش وديما مناقشين معايا دائما، ما كيحملونيش دائما، من نهار مشيت وانا عايشه معاهم في يعني الا خرجتي غير درتي شي حاجه كيقول لك ما ديريش البلاد باقا ما فروقاش، ما ديريش هادشي.
نوض بقينا في المشاكل دائما معاهم في المشاكل. جاو الناس قالوا لي زعما ديري ليهم التنازل وك شي حيت كانت الدريه غتموت ليا في الكرشي، قالوا لي ديري التنازل. درت وكون صحاب انا داك ما نديرش ليهم التنازل غادي يكبر على المشاكل. درت ليهم التنازل، سامحت ليهم، درت ليهم التنازل وبقينا وكاك في المشاكل. كان راجلي مسكين بالعصاب تشلل، يعني تشلل تشلل. انا حامله، انا حامله بديك الدريه اللي عليها صوتوني في السباب هذاك الصوات تشلل راجلي انا في داك الشيء بالعصاب تشلل. ملي تشلل انا بقيت هزه، انا ما كيعقلوش عليا والو. اش كتصور ما عندنا لا ما ناكل ولا ما نشرب ولا والو، عير والو شهر وانا كندير انا وليداتي عير الخبز واتاي لا غير. ما كاينش اللي كيدخل دارنا بعاد عليا مساكن كيمشيو مار. واحد اختي مسكينه وواحد خويا تا هو مسكين الله يسهل عليه تا هو، يا ديما تا هو واقف معايا وفي جنبي دائما تا هو كنطلب من الله يسهل عليه. وواحد اختي نادت اختي مسكينه عيطت لواحد الجمعيه، هذيك الجمعيه هي اللي وقفت معانا وبقات معايا تعالج. اش كتصور انا حامله وكنهز وكندير الترويض وواقف وما كاينش والو، واشنو كيجي ولا يعاتقوني ولا ما كاينش، ما كاينش والو، ما كاينش خو كيدوز من حدانا، كلشي والو. نزوك بقيت الجمعيه واقفه معايا حتى مسكين صح شويه ولا كيتحرك. ناض شريت لينا جمعيه، شريت لينا موتور ريبورتور ولا مسكين كيعمر السلعه. انا خرجت كنخدم، انا خرجت نخدم عليه، كنخدم عليه وعلى وليداتي ضيعه، كنخدم وكنجد. كيمشي مسكين ويجيبني على الموتور دائما، انا يديني ويجيبني، يديني ويجيبني. هذاك النهار ناضو الله اعلم الدراري صغار، قالت لك ولادك لاحوا عليا الحجر. انا وليداتي صغار مساكن ما عارفين والو، كنخليهم ما عارفين حتى حاجه. جيت السم ضاربين ليا ولادي ومناقشين معاه هو مشى مسكين هو جابني قال لي راه شتي الواليده راه دارت ودارت ودارت. قلت لي يا سي محمد راه امك غنديروا ليها بحال هكا هي. قال لي راه دارت ليا وعايرتني وراه ضاربه ليا الدراري وكيبكي مسكين. ملي جيت انا جيت جات عدي، جات عدي قالت لي ولا لا مالك، يعني بلا ما نقول سمية، قالت لي بحال هكا ونقول لها خالتي. قلت لها راه ولادك هذوك، راه انا راني خدامه، انا ما باركاش، انا كنتلاوط عليهم، راه ولادك اللي داروا لك شي حاجه دري. قالت لي لا ماشي ولادي، انت محرشاهم. كنقول لها خالتي والله ما محرشاهم، وشبعت فيا بشي هضره ما نقولش داك الشيء، هضره شي هضره كتعاير فيا بشي هضره بشي فم، يعني بلا ما نقول لك هذيك الهضره. صافي مشات مشات في العشية جلوسي، ديك الساعة جلوسي ملي جا قالت لي راه خوك ومرت خوك ولاد خوك صوتوني، تهموا ليا وصوتوني. واش هو اللي مسكين طيع عليه جنبو، يعني مشلل مسكين بحراته كيتحرك غادي يصوت. قالت لي مرة صوتوني هو داك الشي اللي سمع. جاي هاز عتلة، جاي هاز عتلة وكيغوت يغوت لحق الولادي، غادي يضربهم غادي يضربهم، دخل عليهم للدار. غير وليدي تيجيني اللي هو خوه، اللي هو خوه، اه هو خوه، اه هو خوه. جايين وليداتي كيغوتوا الدريرية، يلا عدى عام ونص كتحبو مسكينة ملي شافتو جاي كتغوت كتحبو، غادا كتحبو على رجليها. انا ملي لقيتهم لقيتو ما خليتوش يضرب ليا ولادي، شدني وبقى كيخبط فيا امو واختو كل شيء. هادو جاو داخلين علينا هي عدوستي ساده الباب وكتقول لي قتلها قتل الخامسه بحالو هو مسكين. راجلي كان خارج من يسمع الغوت، جا كيجري يجري مسكين، بدا كيدافع عليا وهي طفلتي ضربت ليا بنتي، ضربتها بحجره، ضربتها هنا الراس. وكي كيقول لي مسكين من يسمع سمعوا سمع الغوت، جا دخل كي ضارب معاه كيقول لي طلق ليا مرتي ويشد، وقال لي انت ماشي راجل ودفعوا على الحيط. دفعوا مسكين طاح مسكين وعقب ناض وهو يطيح كيتقيا وهرب خرج مشاو.
انا كنغوت راجلي غادي يموت وبنتي حتى واحد ما بغى يعتقلي نهائيا. انا مشيت هاد المقدم مشيت عند دوك البوسلي في رجلي كنقول لي اعتقلي يا بنتي وراجلي راه كيموتو. ملي عيطت ما عيطش ليا الجدرميه وما عيطش ليا لابيلانس يعني الاخرى, عيط ليا عيلتي الجماعه هي اللي عيط ليها. عيط ليا ديال الجماعه هي اللي جات الزيتو جت الرازي ستة هي هي باركة دوسي باركة قدير علينا فيه شهادة طبية في دادة من يتم هو كيتقيا مسيكين كيتقيا يعني لسان خارج وكل شو كيتقيا. تمي تغادى بي لقاتني لقاتني طفلتي وبنت خالتها بغاو يصوتوني أنا كلي مضروبة دمايات بنتي دمايات كل شي راجلي مكرفص بغاو يصوتوني وهي تقول ليهم قالت ليهم هذيك البنت اللي وقفت معايا في السبيطار قالت لهم انتم واش انتم كتشوفوا في هذه الحاله قالت لهم جايين جايين قالت لهم كاع سيدي باغي تكرفسوها قالت لهم سيروا بعدو منو ولا غنعيط على البوليس يجي لكم درك. ملي تميت انا غاده دا مدخلها من قدامها من قدام عدوس يعني اللي هي امه من قدام كتقول لي كتقول لي بحالك كتقول لي ديريها لي موتى حمار ديريها لي بحالك كتقول لي ديريها لي موتى حمار. ومشيت دخلت وملي دخلت ودا قال لي الطبيب دابا خاصو السكانير مشات هي مسكينه ديك السيده هي اللي خلصت لي السكانير حيت انا ما عديش الله غالب. دخلت دارت لي لي السكانير وهي تقول هو يقول لي الطبيب قال لي شكون اللي ضاربكم قالك قال لي شكون اللي ضاربكم ديركم في هذه الحاله وانا نقول لي راه ضربنا لوسي راه كاين وكاين قال لي دابا غدي السيد للدار البيضاء غدي لميريزكو راه السيد عنده شقه في الراس يعيش ولا ما يعيش اللي دفعوا للحيط. قال لي عنده شقه في الراس. ملي مشيت مولا بيلانس ما بغاش يديه ليا بقيت كنطلب فيه انا مزوقه قال لي لا غنردوا لك للدار. قلت لي لا ما ترديش ليا للدار راه غادي يموت ليا وكنطلب في مولا بيلانس وكنبوس لي في يدي انا مزوقه. قلت لي دي ليا ما بغاش يديه ليا بزز عطيته خلص عطيته 4000 ريال باش دا ليا الميريزكو 4000. قلت لي والو راه هي اللي عادي وكنبكي قلت لي راه هي اللي عدي دابا اللي ديتو الميريزكو دخلو هذيك الساعة تما كاينين. يقول لي الطبيب يقول لي سيري شوفي حالتك انت بعدا سيري انت ديري. كنقول لي لا ما غنمشيش انا تنعرف راجلي شنو كاين. كيقول لي شوفي سيري ديكلاري وسيري شوفي بعدا كاينين حالتك وحالة بنتك بنتي مخيطة مسكينة شوفي حالتك وحالة بنتك عاد باش وجي. خادو دخلوا لي دخلوا ملي دخلوا في الليل وانا ما عارفاش فين نزيد كاع على الدار البيضاء ما عمرني مشيت ليها ولا عرفتها كي دايره ما عارفاش فين نزيد نهائيا. مشيت ما عارفاش نقول مولا بيلانس انا مزوقه ما تمن مرات خوتي ما عديش كاع باش نعيط لخوتي ولا نعيط للوالديه ما عديش. قلت مولا بيلانس انا مزوقه فك لما عيط لي غير المقدم وقول لي عيط لي لواحد السيد هو ولد عم راجلي انايا ولد عمو بعيد ساكن. قلت لي والو عيط لي لي هو يعيط المقدم. قلت لي راه عدو نمره خويا هو يعيط المقدم يا باش المقدم عيط لي الحق عليا وقول واحد السيد هو لحقوا عليا لحقوا عليا تطلع النار الليل كامل وانا وبنتي غير في الخلا في الخلا بيتير في الخلا. الراجل في السبيطار كيقول لي كنمشي عندهم كنقول لهم انا مزوقه بغيت نعرف كي داير. كيقول لي لا سيري شوفي حالتك سيري من هنا ودوري ال 20 غوش ديري على عينك عيني كلها مضروبه. قال لي ديري على عينك. قلت لي انا ما عارفاش فين نزيد كاع ما عارفاش لا فين نزيد لا والو. قلت لهم لا ما غنمشيش حتى نعرف هو كي داير نعرف راجلي كي داير. كيقول لي لا سيري بعدا شوفي راجلك ها هو تشوفي شنو كاين راجل. قال لي طلبي من الله يجي من جهته صافي. بقيت انا وبنتي كتصور الليل وما عارفه نشوف بنت صغيره وانا وياها في الخلا وما عارفاش فين نزيد وما لا ما ماشيش لابسين حتى يعني غادي في حوايجنا ديال الدار مكرفصين كنا دمايات. بقينا تمشى مشى عندي هذا ولد عمو ويقول لي قال لي الطبيب قال سوق الطبيب قال لي شوف قال لي راه طلبوا ربي يجي من جيت وقال ما بغاش يقول لي هكاك حيت انا ما كيقول لي هكاك نقول له لا ما تقولوش لي هكاك. كيقول لي طلب قال لي شوف قال لي سير دي السيده ديكلاري هو يقول لي اش غدير عاودي نديك ديكلاري عاد باش نرجع نشوف واشنو كاين. ملي جا مني جيت جيت يلاه دخلت
طب مع الباب دخلت الجدرمية ويقول لي الجدرمي استاي دايره بينا الشيكاية دايره بينا، ويقول لي الجدرمي قال لي تعاد بالجيه. قلت لي مين؟ قلت لي قلت لي راه عاد بشي راني كنت غايبه براجلي راه في العين عاش. هو يقول لي اشنو كتقولي؟ قلت لي هي انت مسوقطه عاد وسك وعاجي. قلت لي لا سيدي انا راه ما مسوقطه لا عاد وسي لا والو، راه حنا اللي مكرفسين، راه حنا ضاربنا لوسي وراه راجلي راه كيموت، راه راجلي راه هو في العين عاش سير كيموت. هو يقول لي اشنو كتقولي؟ قلت لي والله سيدي راجلي راه كيموت راه في العين عاش وراه بنتي هي مضروبه وكل شيء، شوف حالتي انا كديره. هو يقول لي وي عيط على هذيك اللي تما معاهم جدرميه معاهم، عيط عليها قال لها دخليها. هي دخلوني حيدت لي حوايجي، شاف الضرب كامل اللي فيا كله شافته. وما عيطوا للطبيب تما، كاين دو كيعيطوا للطبيب كبير تاع السبيطار كيعيطوا لي كيقول لي واشنو زعما بغاو يشوفوا شي. ويقول لي عطيتهم السميه والكنيه. كيقول لي مو شنو هادشي بصح؟ واش هادشي بصح؟ كيقول لي راه السيد عندنا راه يعني ربي يجي من جهته. كيقول لي ربي يجي من جهته عاد باش هما يتقوا يدخلوني، دخلوني انا وبنتي وما يعيطوا عليهم حتى هما جابوهم، عيطوا عليهم جابوهم. دوزونا هذيك الليله كامله كامله جدرميه كيبحثوا فينا. جيت انا دا قال لي اش غنسيري ديري شهاده طبيه، عجيت وعجرت شهاده طبيه انا وبنتي وعاش دفعت عليهم. من دفعت عليهم الشهر على قدو في المكان جاء جدرمية كيقولوا لي سيري تجيبي لنا تقرير، سيري تجيبي لنا تقرير اش كتصور. وما ملحقوش ليا نهائيا، تعرفوا السيد صافي نيسو السيد راه غادي يموت. جاو عندي قالوا لي غديري لنا التنازل. قلت لهم لا ما غنديرش لكم التنازل، اللي تيفيق تنشوف راجلي اشنو عدو وعاد باش الا صح منو الخو، انا ما نزيدكم غير الخير. قلت لهم بغيتوني نسمح في حقي انا في العصا ديالي انا وراجلي تيفيق ومنكم لي. بقاو تابعين الله، قالت لك حنا مع خرجوا لي خرجوا لي الدواء غالي، خرجوا لي الدواء كيدير 100,000 ريال وانا ما عنديش باش نجيبو الدواء نهائيا. هما ملي سمعوا الدواء راه غالي جاو كيقولوا لي ديري لنا التنازل وحنا نقابلوا خويا. قلت لهم انا ما نديرش ليكم التنازل، ما نديروش ليكم وتنشوف انا يا بنت كاين راجلي اشنو كاين. نهار لي صح منكم، نهار لي صح الا بغى يمشي يدير الخو التنازل انا ما نزيدو على الخير. صافي مشاو بقاو هكاك والنهار يجي تجيب هذيك اختو، هذيك اختو اللي نيت اللي ضاربه لي هي بنتي. كل نهار تجي ويجي وكل نهار انا ما عارفهمش، راسين كيجري كيخدموا في خدمتهم في السبيطار ما عارفهمش انا كاع، انا ما عارفه لا كل والو ما عارفاش. نهار اللي مسكين بقاو هكاك نهار اللي مات عيطوا لي قالوا لي اجي راه المرحوم. ديك الساعة ما كان بغيش انا تفكر هذاك الوقت، وهذيك الساعة عيطوا لي فيها قالوا لي راه مات. مني مشيت ستو مخرجينو قبل لا نوصل انا ستو مخرجينو خرجو مشيت وصلت هذيك بنت عمو هز الورقة وكتجري وانا ما عارفة حتى حاجة كتجري. هذه معايا اختي مسكينه الله يجازيها بخير الله يسمح لي منهم، عذبتهم معايا كلهم لا دارنا ولا كل شيء محنتهم معايا. كتجري بالورقه انا ما عارفاش اختي مسكينه. عيطت لهذيك الجمعيه اللي واقفه معايا اللي كانت واقفه مع المرحوم، عيطت لها وهي تجي. ملي جات قالت لي هي تاخذ من خاطت لها الورقه، قالت لي ديك اللي غاداش كتجي. قلت لها راه بنت عمو وهي تمشي عندها خاطت لها الورقه وهي تقرا الورقه وهي تقول لي قالت لي انت عارفه باش مدخله راجلك؟ قلت لها انا مدخلاها مضروب. وهي تقول لي لا راه ما مديرينش ليه مضروب، راه ديري ليه غير موت عاديه يعني موت عاديه دايرين لي. ونقول لها لا راجلي راه مدخلاها مضروب. قالت لي لا راه في الورقه راه ديري ليه موت عاديه. ملي حنا كنمشيو هذاك تما داك اللي في السبيطار كيقول لنا سيروا خلاص هذا البكا اللي كتبكي فيه سيري جمعي وراقك وسيري خرجي راجلك دفنيه سيري خلاص. يعني هما جمعوا الورا
الاوراق، ما طلبوا لي لا كارط، ما طلبوا لي حتى حاجه والو، يعني هما كلشي جمعوا. ملي مشيت قلت لي سيدي انا راجلي راه مدخلها بضربه في الراس، كيفاش نتوما دايرين لي موت هادي؟ ويقول لي داك اللي كيعمر الاوراق لي شنو كتقول؟ قلت لي اه سيدي. ويقول لي قلت لي سيدي انا باغا نطلب تشريح. قال لي شنو باغا تشريح؟ قلت لي اه ضروري نطلب راجلي تشريح، خاصني نعود راجلي ندير لي تشريح. صافي هو يجي، مشيت رجعت انا وخويا مسكين، خويا واختي وداك اللي في الجمعيه، رجعنا نجري ومشينا لميريزكو. وانا طلبت داك الطبيب اللي تما كاين، طلبت الطبيب تاع التشريح جا معايا مسكين. قال لي ملي طلبته قال لي مالك بنتي؟ قلت لي راه كاين وكاين. ويقول لي ركبي. ركبنا ويجيبنا جابنا، رجعنا العشرين غش رجعنا لي. ملي رجعنا ويدخل عندهم ويقول لهم ما تسيد، هما ملي شافوه كلهم خافوا، تما كاين الطب هذوك اللي سناو كلهم خايفين. ويقول لي قال لي ما تسيد باش داخل عندكم؟ قال لي مضروب. ويقول لهم اللي مضروب علاش دايرين لي موت عاديه؟ كيفاش دايرين لي موت عاديه؟ هما يبداو يديروك. ويقول لي راه هي الورقه اللي هنا خاد لهم مسكين، الورقه جبدها هي، فاش جبد لي الورقه بان راه داخل مضروب بضرب الراس. فهي باش مشيت هذيك الورقه ديتها عند البوليس في تما في الدار البيضاء. البوليس عمر ليا وجاو خويا جاو عدو تما كاينات عند المرحوم، جاو عدو لامور تما كاينات، وانا بقاو كيفحتو فيا. عاودت لهم داكشي اللي واقع عليا كامل. هذا باش مشيت جاو تاني صيفطوني، خدوا لي ورقه صيفطوني عند الوكيل. ومشيت عند الوكيل قال لي غدا في الصباح اجي، غدا في الصباح. الغد مشينا تاني، مني مشينا عطاني البرا بان السيد راه خاصو يدير لي التشريح. هذا باش مشاو ديتو، درت لي ديتو 4 ايام وهو في التشريح مسكين، 4 ايام وهو في التشريح وما كيجريو. مشاو تاني لحقوا على الطبيب تما، كيبغى يقول لي هذاك العضو ديال تما كاينات. قال لي اش يا بنتي؟ قال لي بغا يديري تشيك الصراحه. قال لي انا راني ملي ديتي راجلك راني مشيت ديت الفلوس وكنت غنخرجو، يعني كان غيخرجو زعما كانت ما يديروش شي تشريح، ولكن قال لي ما بغاوش حيت حنايا انا دم العبد الله وسيدي ربي وقف معايا، داروا لي تشريح ويعني كاينين جوج طب محلفين، يعني سيدي ربي وقف معايا. هي باش خرجت لي اش كتصور؟ خرجت لي الضربه في الراس. هي فاش جناه، ملي جناه ما شدوش هذيك الساعه اش كتصور؟ وكيديروا لي في الناي بحال اليوم عمرو مقاتلينو، بحال اليوم عمرو مضاربينو نهائيا. عندهم هذاك الشيء عادي، انا عيوفي انا غادي نتسطو انا وليداتي هما عادي، يعني ما شدوش جدارميه نهائيا، وبقى ماشي للدفن بحال اللي هو ما ضاربش خوه نهائيا. يعني عادي دور يوكل في الناس عادي، بحال اللي ما ضاربوش كاع، بحال اللي ما كاينش شي عادي، علاش حيت ضامسين على داك الشيء؟ تخرج تشريح، خرج تشريح غريب بثلاث ايام، مور الموت بثلاث ايام خرج تشريح. وما يعيطوا لي يعيطوا هيك الساعه، عيطوا علي هو داو شدوا، هو ديك الساعه شدوا عيطوا علي جدارميه، عيطوا على راجل اختي قالوا لي غادي تجيب لينا السيده. ويقول لي قال لي عيط لي قال لي دابا خويا مسكين، قال لي دابا غادي تمشيو باش تجيبوها ليا. باش مشيت دخلت قال لي مالك عرفتينا علاش جايبينك؟ قلت لي لا ما عرفتكمش علاش جايبيني. ويقول لي راه خرج لينا التشريح وراه دابا راه حنا شادينو. هو مشدود صافي. قال لي غدا في الصباح غادي نقدموكم، غادي نمشيو نقدموكم عند هنا في السطال هاد. صافي قدمونا على التحقيق، بقينا كندوزو على التحقيق. دفعونا تاني للمحكمة، ملي دفعونا للمحكمة بقينا وقالك حكموا علي بستة سنين. باش حكموا علي؟ بلي ما كانش ناوي يقتل. حكموا لي بستات سنين، داروا لي حكموا لي بستات سنين. انا دو عقبوا استانفوا، من استانفوا دابا جايبين لي الشهود زور، الشهود جايبين زور ناكرو دابا في السيناف ناكر المضاربه داروها ما كايناش كاع.
داروا الضربه ما كايناش نهائي، جابوا لي الشهود زور بان الشهود فيا انا اللي ضاربه راجلي. اش كتصور؟ اش كتصور؟ انا يقولوا لي انا اللي ضاربه راجلي، واش كاين شي مراه تضرب راجلها؟ انا ربات الوليدات، انا دابا ضايعه بيهم، ربات الوليدات انا ضايعه بيهم، ضايعه دابا انا ضايعه، لا بقيت لا دار لا راجل لا حتى حاجه والو. انا كما ستمو انتي وبويا اللي شادين ليا وليداتي، ما عندي في غنزيد والو حتى حاجه، حتى من داري ما بقيتش قادره نمشي ليها، بالتهديد كيهدوني تما كاينه حتى انا وليت خايفه خايبة وبتاع انا يقتلوني ولا يقتلوا ليا وليداتي. انا سمعت بكل شيء وهربت، كل شيء سمعت فيه وهربت، كل شيء دابا انا كل شيء حتى حاجه ما بقات عندي والو. دابا ضحت ضيعه انا، دابا انا نمشي نطلع وترجع، كون ما صدتش انا امي انت شاده ليا وليداتي، شكون اللي باغي يشدهم ليا؟ انا لا لا حقي لا والو، كل شيء ضاع حتى حاجه ما بقات عندي والو، كل شيء ضاع عليا حتى حاجه ما بقات عندي. يا إسراء يا إسراء، أول حاجة نتمنى كل شيء دايما ورجلها بالرحمة ويدعي معايا بالصبر كذلك، وشي يكتب لها شي دعوة عافاكم، أي واحد يتفرج في هذه الحلقة ديالنا مع إسراء. إسراء عشان نقول لك الله البركة في راسك بعدا، ونتمنى شحال دابا باش تشوف دابا؟ آمين دابا آمين. وشوف واش خدامة دابا، شنو شديري؟ خدامة دابا في الميناج أنايا، بحال تكون كديرة الميناج ونمشي. إلا شي واحد بغى الرقم ديالك يا إسراء نعطيو الرقم. طيلي ما عنديش مشكل. اللي بغى الرقم ديال إسراء يتواصل معنا عبر الصفحة الرسمية بي دي اغ او اسباس اش اي ال اي ال اي، كتب لي بغيت الرقم ديال إسراء ونعطيكم الرقم ديال إسراء. إسراء تنتمنى من كل قلبي أنك يقدرك ربي على وليداتك ويبقى معاك. آمين يا ربي. وجعل ما تبقى من أيامات كي فرحة وسعادة أختي إسراء. آمين آمين يا ربي آمين آمين. اللي بغى الرقم ديال إسراء يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه ونعطيكم الرقم. إسراء إسراء نشكرك بزاف لانك شاركتي معنا، ونتمناو شنو تعيطي لنا وتقول لنا من حياتك كلش احسن ان شاء الله يا ربي.